منذ 6 أشهر وقع واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ هنا. بعد مرور نصف عام لا تزال آثار التفجير واضحة تماماً. لم يتغير المشهد كثيراً. ما لم يتغير أيضاً هو قدر المعلومات التي كشفتها التحقيقات في ذلك التفجير. كل ما يعرف أن كمية غير محددة من مادة نترات الأمونيوم وصلت إلى لبنان عام 2013 انفجرت في أحد عنابر مرفأ بيروت ودمرت أجزاء كبيرة من العاصمة. أهالي قتلى المرفأ كما معظم الناس لا يزالون يطرحون أسئلة بديهية ويبحثون عن أجوبة مقنعة، من بين هؤلاء والدة أحمد قعدان. تأخير كتير، يعني صرنا 6 شهور ما في أي معلومة. أنا ابني هيدا ابني وحيدة، ما عندي غيره، بكفي هالقد وجع. والله كتير موجوعين، إن شاء الله بيدوقوا اللي دقناه. ما في أي شيء، ما في تحقيق، ما في عدالة بلبنان أبداً. بلبنان ما في عدالة. كل فترة يتحرك أهالي ضحايا المرفأ أمام منزل الشخص الوحيد الذي أوكل إليه كل التحقيق في الانفجار، القاضي فادي صوان. ضربة كبيرة تلقتها التحقيقات برزت برفض رئيس الوزراء المستقيل ووزراء 3 سابقين المثول أمام القاضي كمدعى عليهم، لكن شوائب أخرى تثير مخاوف بشأن التحقيق. المحاكمة اللي بتخضع لها قدام مجلس العدل هي محاكمة بالتعريف الحقوقي محاكمة غير عادلة، وبالتالي حتى لو وصلنا للحقائق واتهمنا الشخص يلي مرجح يكون صحيح وطلع عليه الحكم، حيكون كتير سهل عليه أنه يطعم بهذا الحكم غير عادلة، لأنه أول شيء ما في أي إمكانية للاستئناف فيها. المحاكمة هي تحدد سياسياً أنه هيدي المحكمة صالحة بقرار من الحكومة، وثالثاً حتى التوقيف للأشخاص يلي اليوم موقوفين ما في عنده ولا حدود ولا حد أقصى. حتى اللحظة 25 شخصاً موقوفون في تحقيقات الانفجار، وقد يستمر توقيفهم لأجل غير مسمى. كل هذا بينما لم تقدم أي دولة للبنان أي صورة أقمار اصطناعية للحظة الانفجار أو اللحظات التي سبقتها أو لحقت بها. ليست العدالة والمحاسبة من سمات النظام اللبناني، خصوصاً عندما يتعلق الموضوع بقضايا أمنية كبرى. التخوفات من التدخلات السياسية ومن الضغط على القضاء حضرت منذ اللحظة الأولى لبدء التحقيقات. هذه التحقيقات هي سرية، لكن الخشية هي أن تبقى نتائجها هي أيضاً سرية. كارين طرباي، BBC بيروت.